هو صراحة يعني صعيب نلقاو كلمات باش نوصفوا هاد اللحظة هادي. بغيت نشكر كاع الدراري على العمل ديالهم، كاع الجروب كامل، الجماهير اللي كيساندونا و هادشي اللي كاين. غادي دابا نرتاحوا باش نواجهوا داكشي اللي جاي ان شاء الله عاوتاني بنفس الانرجي وصافي. هادشي اللي كاين مي جدا مقصرين تا زعما دابا فينا كويشن اونلي تو ياسين كويشن اونلي تو ياسين اوكي يس على الصلاة وكانت المباراة القطرية كابتن ياسين ما هو شعوركم بصناعة التاريخ والذهاب إلى نصف النهائي؟ كما قلت صعيب يعني توصف هذا الشعور. كما قلت لك نبغي نشكر كاع اللاعبين اليوم اللي صراحة يعني داروا واحد الأداء كبير. كانوا عندنا إصابات، اللاعبين اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير صراحة، ف صعيب توصف الفرحة. Yes, please. السلام عليكم ياسين. ياسين السلام عليكم. سلام سي وليد. سلام، مبروك علينا كاملين. صراحة شرفتونا في هاد لاكوب دي موند. ياسين أنا بغيت نسولك، أنا باقي ما فقتش من الحلمة، واش أنت فقتي من الحلمة ولا مازال؟ صراحة هادشي اللي شفنا هنا في قطر برافو ليكم، واش فقتوا من الحلمة ولا مازال ياسين؟ كيما وات حنا احنا راه بحالكم يعني ما بحال هاد اللحظات يعني صعيبة هذه، ولكن كما قال الكوتش داك النار، فاحنا جينا يعني جايين باش نبدلوا العقليه، يعني داك العقليه ديال الكومبلكس اللي كان عندنا قبل، وهذه خصنا نحيدوها. لاعب مغربي يقدر يتنافس مع اي واحد في العالم، وكنظن اهم حاجه من غير دومي فينال وداكشي، فاحنا يعني بدلنا عقليه، والجيل اللي غادي يجي من بعدنا غادي يعرف بان لاعب مغربي يقدر يدير كاع هادشي. دير اند لاست كويشن فور ياسين. دير السلام عليكم ياسين، عبد الوريث عنتر من الان بي تي في. ياسين اليوم لعبت ضد البرتغال، فيها سميات كبار، رونالدو كاع السميات اللي معروفين، وخرجتي ام في بي. واش تي كونسيون هادشي اللي كدير ياسين كل ماتش؟ هي كتخرج ام في بي لان معايا لاعبين كبار، معايا سايس لاعب كبير، ياميق لاعب كبير، اشرف لاعب كبير، عطيه الله، مرابط، يعني كاع اللاعبين اللي قدامي لعابه كبار. لكن ما يعني كما كتعرف من الواحد كيسمع لاعب مغربي كيتصعب ليه، لكن لاعب مغربي فهو قادر باش يلعب في مستوى كبير وكبير جدا، وهادشي اللي كيخليه يعني لا تألقت أنا، حيت الأصدقاء ديالي كانوا مستوى كبير داروا العمل ديالهم. Last question for ياسين. أحمد عبد الباسط، صحفي مصري. أنا كلمتي للاثنين، كابتن ياسين وكابتن وليد. أنا ما طلبت الكلمة مش عشان أسأل، أنا بس only for ياسين. أوكي. Yes. أنا طلبت الكلمة علشان أوجه الشكر ليكو، خلتونا نفخر بيكم ونتفاخر قدام العالم كله، لكن أنا ما عنديش سؤال لأن الأداء واللي أنتوا قدمتوه بيرد على كل الأسئلة. شكرا. Thank you ياسين. شكرا.